معنا أبو مهنا، تفضل على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. سؤالي الله يطول لي عمرك، سيارات الإيجار بالتمليك، المنتي بالتمليك، هل هو جائز ولا لا؟ حرام حرام يا أخي، صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. ما يجوز. لا. طيب شكرا يا شيخ. حياك بارك الله فيك.